يقول: ما حكم الاستشفاء بماء المطر والماء البارد؟ لا شك هذا من أعظم، بل ذكر ربنا جل وعلا أنه شفاء ورحمة. ماء المطر من أفضل المياه التي تستعمل في الأمراض والتشفي، وكذلك في الرقى وغيرها، أعظمها ماء زمزم ثم ماء المطر. علما أنه قد تم تناقل رسائل جوال بأن هذا من سنة، نعم نعم لا شك هذا من سنة، يعني من السنن التي هجرها الناس. لذلك دائما نوصي يعني اللي عندهم الرقية أو يحتاجون الرقية يجمعون ماء المطر، وكذلك للشرب التشفي. لكن نسأل الله العافية، اليوم الناس استغنت بالحنفيات وغيرها عن هذه المياه، وإلا لا شك أنها رحمة من الله عز وجل. ونعم هذا مما ينبغي نشره والاعتناء به. نعم.